اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجنا واطفال جداد في الحلقه الجديده وهنتعرف عليهم. نورهان حكم هايدي رنا لازم نصحصح كده. طيب نعرف الاول الحلقه عامله ازاي. كل اربع اسئله هنجاوب عليهم هناخد بونبونايه اللي هي اول جايزه اللي هي الموبايل. لو جاوبنا على الاربع اسئله التانيين هناخد جايزه غيرها اللي هي تاني بونبونايه هتعتبر الفيديو جيم. لو جاوبنا على تالت اربع اسئله اللي هم اخر تالت اربع اسئله خالص هناخد بونبونايه ثالثه اللي هي الكمبيوتر. وفي ثلاث حاجات ممكن يساعدونا بابا او ماما اذا كانوا جايين معانا. ممكن نغير السؤال لانه صعب فتقولوا لي لا غيروه انا مش عايز السؤال ده صعب. ثالث حاجه يا نغني يا نقول اغنيه يا نقول نكته يا نعمل اي حاجه تعجب كل اللي بيتفرجوا علينا ساعتها هنعدي السؤال وما نحسبوش. انا دايما ببتدي الحلقه بسؤال بنسميه سؤال ايه؟ سؤال السرعه. اتفقنا؟ طيب سؤال السرعه حاجه بتحمينا من الشمس. القلم ولا العجله ولا الشمسيه ولا الفيشه؟ شمسيه. اتفضلي. مش عارف ايه حكايه السلمه دي كل الناس بتاع ده بتتفل حتى الكلام مش عايز يطلع. ازيك يا قمر؟ كويس. اخبارك ايه؟ كويس. تمام؟ مبسوطه؟ طب الحمد لله. انا شرحت في الاول هنعمل ايه صح؟ فاكره ولا اقول تاني؟ لا فاكره. فاكره؟ نمشيها واحده واحده؟ نحاول نحل الاربع اسئله الاولانيين عشان ناخد اول بونبونايه اللي هي الموبايل. مستعده؟ طيب السؤال الاول. السؤال الاولاني جالك مثل. في مثل بيقول يعملوها الصغار ويقعوا فيها. ده مثل كده يقول لك يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار ولا يعملوها الصغار ويقعوا فيها الحمار ولا يعملوها الصغار ويقعوا فيها الخضار ولا يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكتار؟ حاولي. دايما الصغيرين يعملوها وما بيقعش فيها غير مين؟ الحمار. يا حمار كده من اولها كده من اولها الدار حد يساعدنا. طيب ماما جايه معاكي صح؟ تحبي ماما تساعدك ولا تحبي اغير السؤال؟ لا ماما. ماما تساعدك؟ طيب يا ماما السؤال بيقول أكمل المثل يعملوها الصغار ويقعوا فيها كبار. يا نورهان يعملوها الصغيرين ويقعوا فيها الكبار دايما كده. احنا ماما ساعدتنا فمش هتساعدنا تاني خالص يعني بس هي قاعدة وراكي. خش على السؤال اللي بعديه. السؤال رقم 2. الخيول هي الحصنة ولا الخيول هي الفيران ولا الخيول هي الأسود ولا الخيول هي المعيز؟ الخيل. إيه هو الخيل؟ حصان. حصان.
انت متردده صح؟ صح. طيب حصل خيل الحمد لله. وخش على ايه السؤال اللي بعديه. السؤال رقم 3. عارفه النحل؟ نحل. النحل صح، النحل. البيت بقى بتاع النحل اللي بيعيش فيه، البيت بتاعه اللي هو بيعيش فيه، بيسموه ايه؟ بيسموه خليه ولا بيسموه ترقيه ولا بيسموه عشمه ولا بيسموه كهف؟ البيت اللي بيعيش فيه النحل بيبقى شكله عامل كده وبيبقى مرسوم على برطمان العسل. تاكلي عسل؟ عارفه شكل البرطمان؟ مش بيبقى مرسوم عليه حاجات عامله كده؟ صح ولا كده اهو شويه يعني. ده هو بيت النحل. اسمه ايه بقى؟ خليه. خليه صح. صح، بيسموا بيت النحل خليه النحل. خليه النحل دي اللي بيعيش جواها النحل، بيحط فيها العسل وبتبقى من الشمع. نخش على السؤال اللي بعديه. السؤال اللي بعديه، السؤال رقم 4. لما بيبقى في حد تخين، انت عارفه في واحد تخين وفي واحد رفيع وفي واحد طويل وفي واحد قصير، يعني ربنا خلقنا كده صح؟ لما بيبقى في واحد تخين، انت تخينه ولا رفيعه؟ لا رفيعه. رفيعه؟ طيب لو في حد تخين وعايز يخس فبيعمل حاجه اسمها ايه؟ اسمها الرجيم ولا الرجيم ولا الحرير ولا السليم؟ رجيم. رجيم. كده احنا عملنا السؤال الرابع، جاوبنا عليه خلاص. وكده معاكي بونبوناية اللي هي الموبايل، وهنخش على السؤال اللي بعديه. السؤال رقم 5. العمارات العالية قوي قوي بيسموها ناطحات سحاب ولا ناطحات ضباب ولا رفاصات سحاب ولا شاهقات سحاب؟ العمارات العالية قوي 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 بتبقى جنب السحاب، يعني هي بتبقى العمارة جنب السحاب فوق خالص، بيسموها ناطحات سحاب ولا ناطحات ضباب؟ ناطحات سحاب. ناطحات سحاب صح، إجابة مظبوطة. والعمارات العالية قوي شاهقة الارتفاع دي بيسموها شاهقة الارتفاع، بيسموها ناطحات سحاب. مظبوط. وكده جاوبنا على السؤال الخامس، وداخلين على السؤال اللي بعديه رقم 6. في نوع من أنواع الموسيقى، تعرف أن في موسيقى مثلا موسيقى سريعة وفي موسيقى هادية صح؟ في برضو أنواع في الموسيقى، اسمه إيه بقى؟ اسمه موسيقى الجاز ها؟ ولا موسيقى وبور الجاز ولا موسيقى البوتاجاز ولا موسيقى الإزاز؟ أقولهم تاني؟ هقولهم تاني واللي تحسي انها صح قولي لي هي دي. احنا ما نقول موسيقى الجاز ولا موسيقى وبور الجاز ولا موسيقى البوتاجاز ولا موسيقى الازاز؟ موسيقى الازاز. موسيقى الازاز. عندك حاجتين ممكن يساعدوكي، يا نغير السؤال. نغير السؤال. طيب نغير السؤال. قبل ما اغير السؤال دايما انا بقول الاجابه بتاعت السؤال اللي انت ما عرفتهوش.
نوع الموسيقى اللي ظهر في أمريكا ده اسمها موسيقى الجاز؟ نغير السؤال؟ نغير السؤال. بيقولك لما يكون الجو صافي بالليل، صافي جدا، بتكون السماء مليانة هموم ولا غيوم ولا مجوهرات ولا نجوم؟ نجوم. نجوم. جاوبنا السؤال السادس وداخلين على السؤال اللي بعديه. السؤال ده لو جاوبتي عليه لسه هيبقى قدامنا سؤال كمان، وعندك وسيلة واحدة ممكن تساعدك. السؤال رقم 7، أكلة نوع أكل بناكله وبنجيبه من البحر وهي مشهورة، اسمها بيكاديلي ولا شيكابيلي ولا ميكيافيلي ولا جندوفلي؟ بنطلعها من البحر، هي عاملة زي القواقع كده، زي المحار والقواقع، عارفة القواقع؟ تفتح كده. اسمها ايه بقى الأكلة دي؟ اسمها أكلة بيكاديلي ولا شيكابيلي ولا ميكافيلي ولا جندوفلي؟ بيكاديلي. بيكاديلي الأكلة البحرية الشهيرة اللي احنا بناكلها من البحر اسمها جندوفلي. جندوفلي ده نوع من أنواع المحار كده، بيبقى جواه حاجة بتتاكل اسمها جندوفلي. طيب عشان نعدي من السؤال السابع ده ونوصل للسؤال اللي بعديه، السؤال الثامن، لازم نعمل حاجة. عارفاها ولا مش عارفاها؟ نكتة. قولي نكتة. كان في واحد عايز يعلم ابن الجاري، راح ربطه في القطر. واحد عايز يعلم ابنه الجري ربطه في القطر. طيب حلوة النكتة، حلوة، وهنعديها تمام وهنخش على السؤال اللي بعديه. يا رب يطلع سهل وتكسبي عشان نبقى روحنا لتاني بونبوناية. والسؤال رقم 8، بيقولك في السؤال رقم 8، تصنع الكراسي الخشب عند الحداد ولا السباك ولا النجار ولا البقال؟ نجار. نجار. صح، كراسي الخشب احنا بنعملها عند النجار، مظبوط. وكده عدينا من السؤال الثامن، كسبتي تاني بونبونايه في البرنامج اللي هي الفيديو جيم. مفيش أي حد هيساعدك خالص دلوقتي بعد النكتة العبقرية اللي أنت قلتيها غير نفسك، أنت اللي هتساعدي نفسك. مين عارف جايز نوصل للسؤال 12؟ خلصنا السؤال ده وهنخش على السؤال اللي بعديه، السؤال رقم 9. لما بيبقى في واحد بيدرس في كلية الطب، ها؟ في كلية الطب وتخرج خلاص، بعد ما تخرج بنقول له ايه؟ يا دكتور، صح؟ ايه؟ لما بيتخرج من كلية الطب بنقول له ايه؟ يا دكتور، صح؟ ولو اتخرج من كلية الهندسة بنقول له يا مهندس أو يا باش مهندس، صح؟ طيب لو هو وزير، لو وزير بقى نقول له معالي السفير ولا نقول له معالي الوزير ولا نقول له يا باشا ولا نقول له يا استاذ؟ يا استاذ. الوزير. وزير. عارفه الوزير؟ بنقول له يا معالي السفير ولا يا معالي الوزير ولا يا باشا ولا يا استاذ؟ معالي الوزير. معالي الوزير، صح، لقب يلقب به الوزراء، معالي الوزير. خلصنا السؤال ده
داخلين على السؤال اللي بعديه. فاكر الرقم كام ولا لا؟ رقم 10. نوران، كل عقدة وليها، كل عقدة وليها حلال، ولا كل عقدة وليها خياط، ولا كل عقدة وليها بقال، ولا كل عقدة وليها عقاد؟ ده مثل، مثل برضو مثل شعبي. قدامك لغاية ما الموسيقى تقف. لو الموسيقى وقفت يبقى الوقت خلص. كل عقدة وليها، كل عقدة وليها خياط، كل عقدة وليها حلال، كل عقدة وليها حد يحلها، يعني حلال اللي هو بيحل العقد. كل عقدة وليها حلال. وقفنا عند السؤال ده وما كملناش، لكن انت كسبتي معايا بونبونات تانية اللي هي الفيديو جيم، ونسقف جامد جدا لنورهان. ودلوقتي هنقول سؤال السرعة. القوطة، عارفين القوطة؟ القوطة ها؟ هي الطماطم ولا الخيار ولا الخس ولا الجرجير؟ جرجير؟ القوطة. أنت رانا صح؟ اسمك إيه؟ إيه؟ طب القوطة، القوطة يا رنا، القوطة، 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 القوطة بقى اللي هي ايه؟ الطماطم ولا الخيار ولا الخس ولا الجرجير؟ طماطم. طماطم. اتفضلي يا قوطة، يا قوطة انت يا قوطة. على اقل من مهلك، وما تنسيش تكعبلي في السلمه اللي هناك اللي كل الناس بتكعبلوا فيها. اتفضلي. ما تكعبلتش في السلمه. ما تكعبلتيش. الحمد لله انك ما تكعبلتيش. مستريحه كده؟ مستريحه. مستريحه؟ القوطه بقى اللي هي ايه؟ طماطم. طماطم. رنا. نعم. ازيك؟ الحمد لله. بقى الطماطم هي الجرجير بقى؟ اه. بقى القوطه هي الجرجير؟ لا. امال ايه؟ الطماطم. طب قلتي ليه انها الجرجير؟ انا ما اعرفش. تعرفيش ايه؟ ما اعرفش انا الجرجير. ما اعرفوش. طيب انت عايز تكسبي النهارده؟ ايوه. عايز تكسبي ايه؟ طرطور. تكسبي ايه؟ طرطور. طرطور؟ اه. بس احنا ما بنوزعش طراطير هنا. لا توزع. انت عايز تكسبي طرطور؟ تعملي بيه ايه الطرطور؟ احطه فوق دماغي. تقعدي الطرطور فوق دماغك؟ اه. طب ما تكسبي حاجة تانية، في موبايلات، في فيديو جيم، في كمبيوتر. ها؟ تكسبي ايه من التلاتة اللي أنا قلتهم دول؟ موبايل ولا فيديو جيم ولا كمبيوتر؟ كمبيوتر. كمبيوتر؟ اه. وتحطي عليه الطرطور؟ اه. في الآخر؟ طيب ماشي، يا رب تكسبي الكمبيوتر. بس عشان تكسبي الكمبيوتر لازم تجاوبي على 12 سؤال. 12 سؤال. لو جاوبتي على 4 تكسبي موبايل. لو جاوبتي على 4 كمان تكسبي فيديو جيم. لو جاوبتي على 4 كمان تكسبي الكمبيوتر. ماما ممكن تساعدك مرة واحدة بس. انت ممكن تقولي لي غير لي السؤال لان السؤال صعب عليا انا مش عارفاه مره واحده بس. ايه الهدوء ده؟ ممكن نغني او نقول نكته نعدي بيها السؤال الصعب. اتفقنا؟ نبتدي. انت قلقانه ولا حاجه؟ خالص. اوعي تكوني قلقانه.
طيب هنبتدي بالسؤال رقم واحد. رنا انت بتروحي المدرسة؟ اه. بتروحي المدرسة؟ ها؟ عايز تقولي حاجة؟ لا كنت عايز تقولي حاجة. بجد؟ طيب. لو رحتي المدرسة يعني وانت جوه المدرسة بتبصي في الشنطة كده وفي جيوبك لقيتي ان انت نسيتي المصروف بتاعك. مفيش معاكي فلوس ان انت بتاخديها وانت رايحة المدرسة. ونسيتي كمان السندوتش. وانت جعانة جدا ما فطرتيش الصبح وانت نازلة وبعدين لا معاكي فلوس وماما نسيت تحط لك السندوتش في الشنطة. هتاخدي فلوس من اصحابك؟ طيب ترجعي البيت تاني عشان تجيبي فلوس؟ طيب تاخدي سندوتشات من الكانتين من الراجل او الست اللي عندكم في المدرسه بتبيع سندوتشات وبسكوت وكده وبعدين تقولي له هبقى اجيب لك الفلوس بعدين؟ طيب تستحملي الجوع لغايه ما تروحي؟ اه. يا سلام. يا سلام، ده انت نموذجيه يعني، يا ريت كل البنات كده. طيب السؤال ده انت جاوبتي عليه صح بما انك انت هتستحملي الجوع لغايه ما تروحي. طيب عدينا من السؤال الاولاني وهخش على السؤال اللي بعديه يا رنا. السؤال رقم 2. حاجه بنولعها بعود الكبريت، مش انت اللي بتولعيها، حد كبير هو اللي بيولعها عشان احنا ما بنلعبش بالكبريت. حاجة بنولعها بعود الكبريت وبتطلع ريحة حلوة بعد ما بنولعها، اسمها ايه بقى؟ اسمها الصفور ولا الحبور ولا العطور ولا البخور؟ البخور. صح، البخور بنولعه بالنار عشان يطلع ريحة حلوة. صح؟ صح. صح. طيب انت عديتي من السؤال الثاني بمنتهى الطلاقة ولسه لا ماما ساعدتك ولا غيرنا السؤال ولا حاجة خالص زي ما احنا. وهنخش على السؤال اللي بعديها رنا. السؤال رقم 3. عايزك جاهزة. أنا حاسس إنك متوترة. ها؟ طيب. احنا بنشوف نفسنا في عينين الناس التانيين ولا بنشوف نفسنا في التلفزيون ولا بنشوف نفسنا في المراية ولا بنشوف نفسنا في القلاية؟ بنشوف نفسنا في المراية. فين؟ في المراية. لا صوتك عادي. في المراية. في المراية. برافو عليك يا رنا، بنشوف نفسنا في المراية فعلا. وده السؤال التالت عدينا منه وداخلين على السؤال الرابع. بس في حاجة، عشان الوقت خلص، وقت الحلقة خلص، فالسؤال الرابع ده زي ما انت كده هسأله لك في الحلقة الجاية، بس خليكي فاكرة ان احنا وقفنا عند السؤال الرابع. يعني هسألك السؤال الرابع عشان لو جاوبتيه تاخدي بونبوناية اللي هي الموبايل، وانت زي ما انت كل حاجه لسه معاكي. اتفقنا؟ اتفقنا. اشوفك الحلقه الجايه. حاضر. اوكي، الحلقه الجايه مع رنا وهنخش على السؤال الرابع، برضو خليكم فاكرين ويا رب رنا تكسب الطرطور. يلا نشوفكم الحلقه الجايه.